السلام عليكم. على نتفليكس في مسلسل اسمه باد فيجن وفيلم اسمه تندر سويندلر، وفي الحالتين بيكون في رجل بيتلاعب في امرأة وبيخليها بكامل إرادتها تعطيه فوق المليون دولار اللي هو بيستخدمهم بس عشان يستمتع بالحياة. حنقسم هذا الفيديو لأربع أجزاء. الجزء الأول ليش هدول النساء بنخدعوا وبيعطوا هاي الكمية الضخمة من فلوسهم لزلام هم ما بيعرفوهم. الجزء الثاني مين هدول الرجال وكيف هم قادرين على الخداع بهاي الطريقة. السؤال الثالث ليش هدول الزلام لسه عايشين حياة حرة لا انهم مسجونين ولا معاقبين عقوبة شديدة. والجزء الرابع شو ممكن احنا نتعلم من هاي التجارب. السؤال الاول ليش امرأة ممكن تعطي فوق المليون دولار لرجل اتعرفت عليه عن طريق النت او حتى على التليفون. بصراحة لما احنا نحكي السؤال بهاي الصيغة احنا عم نظلم المرأة، فعشان هيك خلينا نطلع على القصة من بدايتها. احنا ما عم نحكي عن النساء بشكل عام او عن كل امرأة عايشة على كوكب الارض، احنا عم نحكي عن نوع امرأة اللي هي vulnerable او اللي هي بسهولة بتفتح مشاعرها للناس التانيين. مسلسل تندر سويندلر النساء اللي انخدعوا كانوا من النساء اللي بدوروا على حب، كانوا بدوروا على العلاقة الناجحة بعد علاقات فشلت، كانوا بدوروا على الرجل اللي ممكن فعلا يكون هو الرجل الصح. وفي مسلسل باد فيجن الامرأة اللي انخدعت كانت بتدور على رجل يكون سند إلها، كانت هي صاحبة مطعم ناجح جدا وبدها حدا يكون واقف جنبها خلال هذا النجاح عشان يسندها ويكون واقف جنبها. وطبعا في الحالتين سواء احنا عم ندور على علاقة صحيحة او عم ندور على حدا يسندنا ما في اشي غلط او عيب في انه احنا ندور على هاي الشغلات في الناس التانيين. بس في الحالتين هدول النساء كان عندهم مطلب واضح جدا وهم عم بيستكشفوا الحياة عشان يلاقوا المطلب هذا وعشان يعبوا الفراغ في حياتهم. بس المهم هنا انه هذا المطلب هو مطلب عاطفي، وكلمة عاطفي مهمة جدا كتير اليوم وحتشوفوا ليش خلال الفيديو. العاطفة في حالة النساء اللي هم vulnerable او بيكونوا صريحين كتير في مشاعرهم مهمة، لانه هدول النساء لما يوصلوا مرحلة معينة بيصيروا يفكروا اكتر بالعاطفة اكتر من المنطق. وهذا معناته انه لما العاطفة توصل مرحلة معينة او توصل بقوة معينة بتصير طاغية على المنطق، والقرارات بتصير مبنية على العاطفة اكتر من القرارات اللي مبنية على المنطق. ولهون احنا بنحكي عن اشي جدا طبيعي بنشوفه في الرجال وفي النساء وبنشوفه في مشاعر مختلفة من السعادة للغضب، هذا اشي طبيعي جدا. وعلى فكرة صح انه الفيلم والمسلسل اللي موجودين على نتفليكس مبنيين على نساء موجودين في العالم الغربي، ولكن vulnerable women او نساء صريحين بمشاعرهم موجودين في مجتمعنا وجميع المجتمعات في العالم، لدرجة انه كتاب surrounded by idiots، وهذا الكتاب بيحكي عن أنواع الشخصيات في عالمنا، بيحكي عن الشخصية اللي لونها أخضر، وهاي الشخصية بالذات هي الشخصية اللي مستعد تضحي في حالها أو تضحي في نواحي مهمة في حياتها عشان تسعد الناس التانيين. وحنشوف هذا ليش كتير مهم. وأنا متأكد كل حدا عم يحضر هذا الفيديو بيعرف شخص عنده هاي الشخصية الخضراء. هلا الخطر الحقيقي وين بيكون موجود؟ لما هذا الشخص اللي شخصيته خضراء ويكون vulnerable او مشاعره كتير صريحة يضحي جزء مهم من حياته عشان كذبة هو مفكر انها حتسعده، او انه بسبب هاي التضحية واخيرا هذا الشخص حيلاقي الشغلة اللي هو عم بدور عليها، او اخيرا حيلاقي هذا الشعور اللي تارك فراغ جواته. وين الخطورة بالضبط؟ الخطورة بالضبط تكمن في انه في رجال مستعدين يستغلوا النساء اللي هم في هذا الموقف. وهنا بندخل على النقطة الثانية، كيف ممكن لرجل يتعرف على امرأة عن طريق النت أو حتى عن طريق التليفون ويقنعها بكامل إرادتها بدون ما يهددها إنها تبعت له فوق المليون دولار أو حتى مليون ونص دولار عشان هو يصرفها على اللي بده إياه. لما إحنا نحكي السؤال بهاي الصيغة إحنا بنعطي هدول الرجال نسبة من الذكاء ومن الإمكانيات أصلاً هم ما بيستاهلوها. It's credit اللي هم they definitely don't deserve. بس لسه هاي المبالغ ضخمة ومش كل حدا بيقدر يعملها، فكيف هدول الرجال بالذات قدروا يعملوها؟ هل إنه والله هم أذكياء؟ هل عندهم قدرة إقناع مش طبيعية؟ هل هم ساحرين بيفتنوا هالنساء بحكيهم وحركاتهم؟ ولا في عامل سري بيستخدموه وهذا هو سبب نجاحهم؟ خلينا نبدأ من بداية القصة لهدول الرجال اللي هم بيستغلوا النساء. في حالة المسلسل باد فيجن أو حتى فيلم تندر سويندلر أو حتى بشكل عام الرجال اللي هم هدفهم في الحياة يستغلوا النساء، إحنا بنحكي عن رجال حافزهم الأساسي في الحياة هي السرقة والنصب على الناس، سواء كانت سرقة أو نصب من رجال أو نساء، هم بدهم يسرقوا وينصبوا عشان يعيشوا حياتهم. في فيلم تندر سويندلر الزلمة كان نصاب عشان حابب يعيش حياة رفاهية في طيارات خاصة ومنتجعات ونوادي ليلية، وفي مسلسل باد فيجن الزلمة كان بينصب على الناس عشان يروح يلعب قمار في الكازينو. وطبعا في الحالتين هذا الاشي بسبب إدمان، سواء كانت حياة الرفاهية أو حتى القمار معروفين إنهم بسببوا إدمان، الواحد ما بده يترك هذا الاشي. فهدول الرجال عم بينصبوا على الناس لأنه حياتهم وإدمانهم بيعتمد على هذا الاشي. وإحنا بنحكي عن رجال
محفزين جدا، عرفنا طبيعة الرجال هدول ومن وين حافزهم جاي. بصراحة أنا ما بشوف هدول الرجال إنهم أذكياء أو موهوبين، ولو إنهم قدروا ينصبوا على ناس بهاي المبالغ الكبيرة. ليش؟ لأنه الفكرة كلها في إنهم عرفوا مين يختاروا عشان ينصبوا عليه. الرجال هدول بكل بساطة بيدوروا على أي امرأة بسهولة بتبلش تحكي عن مشاعرها، وبسرعة بتحكي لهم عن شو بتدور في الحياة. هلأ من هون الزلم النصاب هذا بيعمل شغلة البياعين كتير معروفين فيها. It's a very well known sales strategy. شو هاي الاستراتيجي؟ شو هاي التقنية للبيع؟ الاستراتيجية هاي مبنية على إنها تكون جذابة للناحية العاطفية منك كشخص، ومش الناحية المنطقية. مثلا تخيلوا انكم انتم رايحين تشتروا سيارة من اي معرض سيارات، البياع مستحيل يجي ويحاول يقنعكم انه السيارة اللي حقها 150 الف درهم هي سيارة رخيصة. شو ما كان سعرها ما حيقنعكم انها سيارة رخيصة. ليش؟ لانه هذا النوع من الاقناع له علاقة بالناحية المنطقية، واللي هي ناحية جدا صعب انكم تقنعوا الناس فيها. فالبياع شو بيساوي؟ ببلش يقنعكم انه هاي السيارة حتعالج كتير من مشاكلكم العاطفية. مثلا ما حتستعملوا مواصلات خاصة، ما حتدفعوا على اوبر وكريم ووسائل التوصيل هاي، ما حتضطروا تسألوا اصحابكم واهلكم انهم يوصلوكم، واخيرا حيكون لكم سيارة تقدروا تتحركوا فيها على راحتكم بدون ما تكونوا مربطين، حرية تامة. فزي ما انتم شايفين هاي النقاط ولا واحد فيهم ابدا له علاقة بالمنطق، كلها مشاعر. انت حتحس واو عن جد انا لما يكون عندي هاي السيارة انا حكون بني ادم سعيد. السؤال هو كيف البياع حيعرف ايش المشاعر اللي انا عم بحاول ادور عليها؟ الإجابة كتير سهلة على فكرة، ما عليه غير إنه يسمع لكم. أول ما تدخلوا أنتوا على أي معرض أو أول ما تتعرفوا على أي بياع، هو حيضل يسألكم أسئلة عشان يتعرف عليكم أنتوا أكتر، وعشو الشغلات اللي مزعجتكم في الحياة من الناحية العاطفية. حيضل يسألكم وحيضل يحاول يخليكم تحكوا أكتر وأكتر 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 عبين ما هو يفهم بالضبط تماماً أنتوا عشو بتدوروا. بعدين يوريكم هذا المنتج ويوريكم كيف هذا المنتج بالذات حيعالج أو حيحل كل المشاكل من الناحية العاطفية اللي أنتوا عندكم إياها. ولما أنتوا تكونوا من الناحية العاطفية مقتنعين، الناحية المنطقية سهلة جداً. حتقول بالنسبة إلي سعر السيارة أكيد ولا إشي مقارنة في السعادة اللي أحس فيها لما يكون عندها السيارة. تمام، فهل هي استراتيجية البيع؟ النصاب شو له علاقة باستراتيجية البيع؟ النصاب بتبيعها بالحرف الواحد، بالذات إيش؟ تركيزه على الناحية العاطفية على النساء اللي هو بده ينصب عليهم. مش إحنا حكينا النصاب بتعرف على امرأة بسهولة بتبلش تحكي عن مشاعرها وعن شو هي بتدور؟ فالنصاب شو بيعمل؟ وهو بتواصل معها سواء على النت أو على التليفون، بضل يحاول يخليها تحكي 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 تحكي، تعبر له أكتر عن مشاعرها، عن أحلامها، عن طموحها، عن الفراغ في حياتها. فهو بجمع المعلومات بجمع المعلومات، بعدين بقول أوكي أنا عرفت بالضبط على شو هي بتدور. فشو النصاب بيجي بيساوي؟ النصاب ما عنده منتج، النصاب مش زي البياع، على الأقل البياع حيعطي حل solution. النصاب ما عنده حل، ما عنده solution. فشو بده يعمل؟ بده يعمل كذبة، بس الكذبة عشان تكون مقنعة. مرة تانية مش لازم تركز على الجانب المنطقي، لأنه الجانب المنطقي على طول حيرفضها، بده يركز بالكذبة على الجانب العاطفي. فباستخدام كل الكلام اللي الامرأة حكت إياه حيجي النصاب وحكي لك أوكي شوف هالكذبة، والتركيز كله حيكون على الناحية العاطفية. أنا حكون الزلمة اللي حيساندك، أنا حكون الزلمة اللي أنت طول عمرك عم بتدور عليه، لأن حوفر لك 1 2 3 4 5 وأنا 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 وأنا. فالامرأة حتقول واو حرفيا هذا اللي أنا بدور عليه، كيف عرفت؟ أنت من وين جيت؟ هو نصاب، بس لأنه ركز على أنه يسمع لها، عرف بالضبط شو يحكي لها عشان هي تقتنع. مرة تانية من الناحية العاطفية، الناحية المنطقية شو بتقول؟ خليه يثبت لي، خليه يوري لي، طب خلينا نشوفه عن حقيقة، خليه يبعث لي إثبات بنك. هاي الناحية المنطقية، بس هو ما بيقرب عليها لأنه عارف أنه هو ما بيقدر يوريها هاي الشغلات كلها نواحي عاطفية. فطبعا أول ما هو يحكي لها عن هاي الكذبة، وهو بما أنه نصاب حياته بتعتمد على النصب، كذباته بتكون كذبات والله ممكن تقنع الشخص، فبيحكي لها الكذبة. وهاي الامرأة لأنها جدا صريحة بتحكي له بتعرف عن جد أنا كتير ارتحت لك، عن جد أنا حاسة أنت الزلم اللي أنا صار لي طول حياتي بدور عليه، أنت الشخص اللي أخيرا حيعب الفراغ اللي جواتي. هاي الجمل بالنسبة للنصاب هي عبارة عن ضوء أخضر. ضوء أخضر إنه يعمل إيش؟ إنه يبلش يأخذ فلوس، لأنه هي هلا ارتحت له. شو بيعمل النصاب؟ ومرة تانية التركيز هنا على الناحية العاطفية، بحكي لها شوفي عشان تكمل هاي الصورة، عشان تكمل الفيجن تبعتنا وحياتنا مع بعض، حياتكم سعيدة وفرحة، أنا بحتاج منك هذا المبلغ. هذا المبلغ مبلغ صغير جدا وجدا مهم عشان أنا وياك نعيش هاي الحياة السعيدة. فلما هو مرة تانية ركز على الناحية العاطفية، هي بالنسبة لها أوكي مبلغ حيخليني سعيدة أكتر، ليش لا؟ مبلغ حيساهم اني انا وهذا الزلم نعيش حياه سعيده للابد، يلا. فبضل يطلب منها فلوس، بضل يطلب منها فلوس، بضل يطلب منها فلوس، وكل طلب له علاقه بالناحيه العاطفيه.
الناحية العاطفية، لدرجة انه هي لما تبلش تشكك او لما تبلش تسأل ليش كل هالمبالغ الكبيرة هاي، شو بيساوي؟ برجع ببيعها نفس الكذبة، مش احنا اتفقنا حنعيش حياة 1 2 3 4، مش احنا اتفقنا انا زلمة 1 2 3 4، مش احنا اتفقنا انت بتدوري على 1 2 3 4. لو ضلتها تشك فيه هو ببلش يشك في شخصيتها، فهويتها كشخص. مش انت قلتي لي انه انت بتدور على هذا الاشي؟ بطلتي انت عارفه شو بدك من الحياه؟ بطلتي انت صادقه في كلامك؟ لو هي ضلتها تشك بلش يعبر عن غضبه واستيائه لردود افعالها. انا كتير متضايق انك انت بطلتي توثقي فيي، انا كتير متضايق انه انت بطلتي قادره تحكي معي بصراحه. ولاحظوا انه في كل هاي الاستراتيجيات، سواء باعها الكذبه مره تانية او شككها في هويتها او بلش يعبر لها عن قديش هو مزعوج من حركاتها، هاي الاشياء الثلاثه مره تانية تركيز كامل على الناحيه العاطفيه مش الناحيه المنطقيه. لو هو بده يركز على الناحيه المنطقيه كان وراها شوفي هاي اثبات البنك اني انا شريت 1 2 3 عشان انا وياك نكون سعيدين. لا، ما وراها اي اثبات، فهو ما بده يركز على الناحيه المنطقيه. طيب شو بيصير؟ بضل هو في نفس الدوامه، يقنع، يركز على الناحية العاطفية، يشكك فيها، لعبين ما هي يا أما حرفياً خلص بطل معها فلوس في البنك، أو إذا هي تستنزف من ناحية عاطفية. الاستنزاف العاطفي هي مرحلة الناس بتوصلها لما الواحد يكون كتير متلخبط من الداخل ومش عارف شو يساوي بحياته، بصير بيبكي، بصير يشك، بصير مش عارف شو الصح من الغلط، بصير مش عارف شو اللي عم بيصير بحياته، مرحلة استنزاف تام. فهو هون النصاب بيقول أوكي هاي الضحية خلاص أكس، خلصنا منها نكست. المشكلة وين؟ انه هذا النصاب مرات بيستنزف ناس لدرجة انه اخيرا بيقرروا انهم يطلبوا المساعدة. اكيد في منكم عم يسأل طب محمد ليش ما يطلبوا المساعدة من بدري اذا هم عارفين انه هذا نصاب، او اذا هم عارفين انه مبالغ كبيرة عم تطلع من حسابهم. وهنا تكمن القوة انه شخص يقنعك بطريقة عاطفية. لما انت تكون مقتنع بالعاطفة صعب كتير انك تبرر للناس ليش عملت هاي الشغلات، صعب كتير انك تشرح العاطفة، صعب انك تشرحها. المنطق سهل، سهل تقول انا شريت هذا القلم لانه سعره درهم، بس صعب انك تقول انا شريته لانه حلو، حلو بالنسبة لي غير عن حلو بالنسبة لك، فانت عارف هذا مش هيقنع الناس. صعب انك تقول هذا القلم بيساعد يحل مشاكلي بس يمكن ما يقدر يحل مشاكلك انت. فهاي الشغلات صعب انك تشرحها للناس، عشان هيك البياع الشاطر هو اللي بيعرف يستخدم هذا الاسلوب. بس الضحية او الامرأة المسكينة اللي بنضحك عليها كيف تشرح؟ ما بتعرف شو اللي صار لها. واللي بصير لما تشكي بالنهاية وتطلب المساعدة حتى لو الشرطة بتتدخل، للأسف هدول الرجال العقاب عليهم بيكون جدا بسيط وجدا هين. وهنا ندخل على الجزء الثالث من الفيديو، ليش ممكن لزلمة سرق مليون او مليون ونص دولار من امرأة ما يتعاقب ولا ينسجن ولا يكون عليه اي عقوبات شديدة؟ الاجابة لهذا السؤال مثل باقي الاسئلة في هذا الفيديو هي بناء على رأيي الشخصي. اول اشي احنا بنحكي عن رجال ضحكوا او خدعوا نساء انهم يعطوهم فلوس بكامل ارادتهم، يعني هدول النساء ما حدا غصبهم ولا حدا هددهم ولا حدا عملهم اي اشي، كانت كلها مجرد اقناع اقناع اقناع. وعلى فكرة في فيلم تندر سويندلر وفي مسلسل باد فيجن، النصاب والامرأة اللي هو نصب عليها كانوا في علاقة، يعني اتفقوا انهم يصيروا مثلا متزوجين او بوي فريند وغير فريند الى اخره. فلو اي شرطة او اي محامي بتطلع على اللي صار، امرأة وثقت في حبيبها او بزوجها واعطته كل هالفلوس، وين الجريمة؟ ما في جريمة، ولو انه هو ضحك عليها واستغلها وعملها الشغلات اللي احنا ابدا ما بنشجعها، ولكن هل هي تعتبر جريمه؟ لا، not really. الجزء الثاني من الاجابه هو انه هدول النصابين بيعرفوا انهم مش لازم يهددوا الامراه هاي في حياتها، لانه لما تهدد شخص بحياته هون بصير في شيء غلط. فزي ما قلنا حتى لو يعصب او حتى لما ينزعج انها هي متردده تبعت له فلوس، ما بيهددها هي انا هخبطك وانا لا انا كثير متضايق من حركاتك، انا كثير متضايق انك بطلتي توثقي فيي بعد كل العشره والشغلات الحلوه اللي انا عملت لك اياها بطلتي توثقي فيي. فالعصبيه تاعته بيركزها على حركاتها هي، على الشغلات اللي هي عملتها وخلته هو يعصب، ما بيهددها لانه هو عارف انه هون فعلا ممكن يغلط. فمن الناحيه القانونيه هذول الرجال ما عملوا إشي غلط. في ناس يمكن تنزعج وفي ناس يمكن تقول صح معك حق. الجزء الثالث من الاجابه وهو جزء مش كتير ناس بيركزوا عليه، حتى مسلسلات وافلام نتفليكس ما بتركز عليها، انه هذول النصابين عم بيدخلوا فلوس بكميات كبيره على اكثر من صنعه. يعني مثلا المسلسل باد فيجن، النصاب هذا اللي اخذ مليون ونص دولار من امراه واحده كان عم بيصرفهم كلياتهم على الكاسينوز اللي هم في لاس فيغاس. هلا انا وياكم بالمنطق فكركم صاحب الكازينو فارق معاه اذا هاي الفلوس حلال حرام مسروقه مش مسروقه؟ عن جد يعني هلا صاحب الكازينو عنده ضمير؟ اهم شيء بالنسبه له انت تدخل على الكازينو بفلوس، فلوسك فلوس غيرك ما بيهمه. ولما نحكي عن فيلم تندر سويندلر وانه هذا الشخص بيصرف فلوسه
على نوادي ليلية وعلى منتجات فاخرة، انتوا فكركم هدول الناس بيفرق معاهم هذا نصاب ولا شخص صريح؟ لا، واصحاب النوادي الليلية والكازينوز هدول الناس عندهم فلوس بمبالغ ضخمة، فمن مصلحتهم اي شخص بدخل عليه فلوس خليه اعمل اللي بده اياه، لا انه هو والله اذى ولا انه قتل. بالنسبة لهم سوت اذا هذا الشخص بسببه في امرأة ضررت بشكل عاطفي لمدى حياتها، سوت اذا بسببه النساء بطل يوثقوا بالاسلام، سوت. انت كرجال اعمال وضعك ممتاز. This is what you care about. هذا هو همك. وللأسف يا جماعة الحياة هي عبارة عن بزنس. الحياة فعلا عبارة عن بزنس. إذا في إشي بدخل عليك فلوس أنت بالنسبة لك هذا المهم. في ناس ما عندها ضمير، في ناس ما بتهتم، ما حتسأل شو مصدر الفلوس من وين جبتها. إيش معنى أنت مش موظف بس عم تدخل عليه بمبالغ ضخمة كل شهر؟ هدول الناس اللي عندهم ضمير بيسألوا هاي الأسئلة، بس اللي ما عنده ضمير شو مصلحته إنه يسأل أسئلة؟ فعشان هيك مع إنه في بلدان صارمة من هذا الموضوع، من موضوع من وين جايب فلوسك، من وين عم تدخل، من وين عم تطلع، في بلدان شوي الموضوع أخف. وعشان هيك النصابين في بلدان معينة دائما بيقدروا يلاقوا طريقة يطلع فيها حر ولا كأنه عمل إشي، مع أنه هو ترك امرأة مدمرة من ناحية مادية ومن ناحية اجتماعية ومن ناحية عاطفية ومن ناحية كتير تانية. شو الدرس اللي احنا تعلمنا؟ أنه كل شخص بيحتاج لعلاقة صحية. في ديننا هاي العلاقة هي الزواج. من أكثر الشغلات اللي بتخلي دمي يغلي لما أسمع بعض النساء بقولوا أنا بديش أتزوج لأنه أنا ما حكون إندبندنت لو أنا متزوجة، أو أنا ما حكون قوية لو أنا متزوجة، أو ما حكون حرة وأنا متزوجة. ومع كامل احترامي أنا بعتبر هاي الجمل في قمة الجهل، لأنه هدول الناس مش عارفين المعنى الحقيقي للزواج. الزواج الصحيح هو عبارة عن علاقة تخلي الطرفين يحسوا بالقوة الصحية، بتخلي الطرفين يحسوا بالسعادة، بتخلي الطرفين يحسوا بالحرية من نواحي كتير في حياتهم. صح انتم مرتبطين وصح انتم هتكونوا مع بعض، بس في نواحي كتير هتحسوا فيها بالحرية والانطلاق والانتعاش. والزواج بطريقة صحيحة هيحل كتير من مشاكل المجتمع بشكل اوتوماتيكي، بس لانه صار عندنا سوء فهم للزواج وصار في كلام كتير عم بينتشر وحركات عم تنتشر عن اضرار الزواج وليش احنا مش لازم نتزوج وليش ليش احسن انه الزلمه والمراه كل واحد فيهم يعيش حياته لحاله. عشان هيك عم نشوف كتير مشاكل في المجتمع طالعه، ولقدام لقدام لقدام لما الزلمه او الامراه تندم على انها لسه هي مش متزوجه او لسه ما عندها شريك للحياه ويوقع في المشاكل، نتطلع ونعرف انه الزواج كان حل كتير من الشغلات هاي وكتير من المشاكل هاي. لازم احنا نزيد من وعي الناس لشو هو الزواج الصحيح، شو هي أهمية انكم تلاقوا الشريك الصحيح للزواج تقضوا معاه بقية عمركم، شريك يمدكم بالسعادة، يمدكم في القوة، يمدكم بالحرية، يمدكم بالابتكار، يكون سند لكم في شو ما بدكم تعملوا، عشان نتفادى هاي المشاكل اللي حكينا عنها بالفيديو هذا. نهاية الفيديو، هاي رمضان قربنا ندخل عليه، حتى في ناس يمكن عم يحضروا هذا الفيديو خلال رمضان. خلينا ندعي ربنا انه يعيننا على صيام الشهر ويعيننا على اداء عبادته رغم وجود الامتحانات والشغل والالتزامات اللي في حياتنا كلها. بس يعني تذكير بسيط انه هذا الشهر فيه كمية بركة يعني صعب الواحد يوصفها. وحاب اذكركم انه من خلال دعوة واحدة في رمضان، دعوة خالصة من القلب، انتم ممكن تغيروا مسار باقي سنتكم، او حتى ممكن تغيروا مسار حياتكم كاملة. فلا تستهينوا او تستخفوا بالموضوع وكتروا من الدعاء، ولما تدعوا ادعوا في اعلى المراتب اعلى الدرجات في شو ما بدكم. هذا ربنا ملك الملوك، كنوز السماء والدنيا والكون كلها عنده. واذا هو قادر يرزق الغني حيقدر يرزقني انا وياكم، واذا هو بيقدر يعطي الصحة للشخص الصحي بيقدر يعطيني انا وياكم الصحة. ادعوا، هذا ربنا ما في ليميت، ما في حد يقول لكم هون وبس ستوب هيك كترت. لا، كمان بنعرف اذا ربنا حيكتب لنا العمر انه احنا نعيش رمضان بعد هيك، فخلينا نكون اذكياء، خلينا نقدر النعمة اللي احنا فيها ونحاول على قد ما نقدر نستثمر وقتنا في هذا الشهر الفضيل. يا رب تكونوا استفدتوا واستمتعتوا من هذا الفيديو. لأي حدا ما شاف الفيديو الماضي اكبس هون، رحنا قيمنا منتجع 5 نجوم، كان فيديو خفيف لطيف انبسطنا فيه. ولأي حدا ما شاف تحليل الشخصي للمجتمع العربي وكيف ممكن احنا نوصل لشغلات كتير كتير مهمة اكبس هون. سامحوني على صوتي شوي يمكن أوطأ وأهدى من العادة، بس هاي الويكند كانت جدا صعبة من ناحية المرض، فالحمد لله هينا شوي شوي عم نطلع منها، فعشان هيك عم بصور الفيديو ولكن لسه في مرحلة التعافي. يمكن حتى زين يحط لكم بعض مقاطع وراء كواليس تصوير هذا الفيديو. فشكرا على صبرك معي يا زين، وكل عام وانتم بخير، وخصوص شهر رمضان، وإن شاء الله نشوفكم في الفيديو الجاي. السلام عليكم.